وينك انت لمعي؟ نحن هون بالبيت، انا ومعي فاطمة. لقيتها لفاطمة. عم تحكي جد؟ لقيتها. ايه لقيتها لاختي. نحن هلا بالبيت. ايه طيب ماشي. البيت فاضي سيدي. صار له سنين فاضي، مستحيل كريم يجيبها لهون، هن بغير مكان اكيد. لمعي حكى معي هلا، قال ما لقاها لاخته. كريم هو اللي خلاها تهرب. مصطفى اذا لقاهن اكيد بيقتلهم اثنيناتهم. يا رب تساعدنا يا رب. لا تاكلي هم، رح نلاقيهم، خبرنا عنهم مخافر الشرطة بكل الضياع. ما رح يضلوا بمكان واحد، الله بيعلم لوين بيكونوا راحوا يتخبوا حتى ما نلاقيهم. انت شفت بعينك مصطفى قديش كان معصب اليوم. مانو قدراني بلا على القصة، خليهم يروحوا يدوروا عليهم قبل ما مصطفى يلاقيهم. يلا خلونا نفتش بكل الضياع. امرك سيدي. نحن منروح من غير طريق مشان ندور عليهم. منبقى على اتصال. شو صار؟ لمعي لقاها لأخته. حلو. شوفي اختي، ليش اجت الشرطة لهون؟ سألناهم ما حدا رد، بجوز اجوا مشان كريم. ليش شو عامل كريم؟ ما بعرف. معقول ليكون هو اللي اعتدى على فاطمة اخته للمعي؟ لا كريم ما بيعمل هيك. ارفع ايديك لفوق، ارفعهم. تحرك. امشي.